بالنسبه لما تبعته اليوم كان لا بغينا نقول كان واحد الحادث يعني مدينه العرائش خلقت الحادث ممكن نقول خلقت حادث وطني وطنيا والمناسبه طبعا كان هو تاسيس الجامعه الملكيه المغربيه للترياتلون. التاسيس طبعا الاختيار ديال مدينه العرائش باش تكون هي المحطه ديال التاسيس ويكون المقر ديال الجبل اكثر من ذلك المقر ديال الجامعه الملكيه المغربيه للترياتلون غادي يكون في المدينه ديال العرائش. هذا الاختيار من مسؤولي ديال جميع الانديه اللي كتمارس الرياضه ديال الترياتلون ما كانش اعتباطي وانما كان عده اعتبارات منها هو تكريم المدينه العرائش واعتراف بالجميل ديالها والرياضه ديالها في هذا الميدان هذا لانه كما يخفى عليكم ان مدينه العرائش كانت السباقه لتنظيم هذا النوع من النشاط الرياضي في المغرب وهي اللي كرجع للفضل في الانتشار ديالو في المغرب بصفه عامه. ولا يخفى عليكم وهذه المساله اللي ربما يجهلها الكثير ان مدينه العرائش عرفت تنظيم هذا النوع من الرياضه هذه حوالي 13 سنه يعني باقي ان هذه الرياضه غير معروفه في المغرب. وطبعا قلت ان بما ان كان لها الفضل وكان عندها الدور ديال الرياضه فيما يتعلق بهذه اللعبه على هذا الاساس كان التفكير في تكريم العرائش واعترافا بالفضل ديالها في النشر هذه اللعبه. تم الاتفاق بين جميع الممارسين ديال هذه الرياضه والمسؤولين على هذه اللعبه باش يكون تاسيس بمدينه العرائش ويكون اكثر من ذلك يكون المقر ديال الجامعه بمدينه العرائش. بالنسبه كما تبعتوا ان الجمع العام التاسيسي داز في واحد الاجواء عاديه جدا وبالاخص انتخاب احد ابناء مدينه العرائش وطبعا ان اللي هو انتخب رئيسا للجامعه الملكيه المغربيه للترياتلون وكذلك رئيس المكتب المديري. ماذا يمثل هذا يعني بالنسبه للمسؤوليه اللي تقلدها يعني المجيد باعتبار يعني هو عنده تجربه بالاضافه الى الممارسه اللي راكمها مده 13 سنه. طبعا يعني انا قلت ان بما ان المدينه كانت كتعرف كانت كتنظم لان كانت كتنظم واحد التظاهره اللي هي دوليه التظاهره اللي كانت مؤهله لكاس العالم ومؤهله للمشاركه في المسابقات القاريه. وطبعا ان الاعضاء ديال الجمعيه ديال الترياتلون في مدينه العرائش راكموا خلال هذه المده واحد التجربه كبيره وطبعا هذا اهلهم باش يكون احد ابناء مدينه العرائش احد اعضاء ديال هذه الجمعيه باش يكون هو رئيس ديال الجمعيه ديال الجامعه الملكيه المغربيه. وطبعا بحكم ان التجربه ديالو الطويله في هذا الميدان طبعا غادي يكون غادي طبعا غادي يعود هذا بالنفع على هذه اللعبه وعلى هذه الرياضه اكيد المساله اكيده. ما هي الانتظارات ديالكم يعني من هذا بعد يعني المستوى الهيكلي التاسيس لهذه الجامعه ماذا يمكن ان يضيفه بالنسبه للرياضه وبالنسبه بصفه خاصه المجال ديال الترياتلون؟ طبعا غادي تكون اضافه طبعا واحد الاضافه اللي هي غادي تكون مهمه وكبيره بحكم التجربه. المساله لا ما فيها شي شك المساله محسومه وما فيها شي شك. وطبعا ان بعد التاسيس لان قبل كانت حسب المتابعه ديالي ان كانت هذه اللعبه كانت منضاويه في اطار الجامعه للرياضه للكل على الجميع
الرياضة الجامع الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامع، والآن بعد أصبحت لها جامعة مستقلة. طبعا غادي تكون طبعا عندها الهياكل ديالها وعندها برنامج ديالها وعندها الاستقلالية المالية وعندها الميزانية يعني. طبعا غادي بالإضافة إلى ذلك انضواء الأندية يعني أصبح عندها جامعة يعني كانت فيها بزاف طبعا غتولي كاينة بطولة وطنية ديال الرياضة ديال اللعبة ديال التري